إحدى الأخوات قالت والله ما هداني الله إلا على يد فتاة دخلت إلى السوق وهي في قمة حجابها. تمام، أحيانا هذا المنظر الصامت المهيب، نعم الصامت يجعل الإنسان يحترق في الداخل. كيف استطاعت فتاة في 18 من عمرها والشهوات مفتوحة أمامها وتصبح بهذا الكيان الجميل والرائع الذي وأن يستعف فلا يؤذين بأعين الناس ولا يؤذين بكلام الناس، صحيح، بل لها من الاحترام والتقدير الشيء الكثير. ولهذا رسالة لفتياتنا في بيوتنا، خذوا هذا الدين وتمسكوا به واستمتعوا به، واعلموا بأن العالم كله ينتظر، صحيح، هذا منكن. واليوم العالم متعطش إلى رؤية، صحيح، أنموذج رائع جدا لم تفتك به الشبهات ولا الشهوات، بل أصبح صامدا. ليس مؤهلا في العالم اليوم لتقديم هذه الصورة النموذجية الرائعة لفتيات المسلمين. الله. لذلك ينبغي أن يشعروا بدورهم وعظمتهم في هذه المجتمعات، ولا تغريهم شهوات وزميلة من هنا وصديقة من هنا وفلانة تتحدث معها بنقاشات عقلية وغيرها، بل تقول سمعنا وأطعنا.